السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد في هذا اليوم المبارك، ونريد أن نخصصه للحديث عن موضوع يثير الكثير من الاهتمام في صفوف المجتمع، خصوصا الأزواج والزوجات، وهو مشكل الطلاق وانفصام عورة الزوجية. نريد أن نثير الحديث عن هذا الموضوع لكي نقف وإياكم على الأسباب والمسببات التي تجعل الأزواج والزوجات يقعون في صراع وفي خصام قد يؤدي بهم إلى الانفصال. نريد أن نستنبط العبر والدروس حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء. فإن الإحصائيات العامة في مجال المحاكم ومجال الأحوال الشخصية تقرر بأن الكثير من حالات الزواج تقضي بضع سنوات ثم يتم فيها الطلاق، ويترتب على ذلك تمزق الأسرة وتفرق الأطفال، وهذا مما يقلق المهتمين بشؤون الأسرة وسلامة المجتمع. أحد الحكماء قال أيام زمان: إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك. من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك. يشعر الإنسان بأنه في مطب، وأنه لا يستطيع أن يستمر في هذه الحياة الزوجية، وأيضا لا يستطيع أن يوقفها. ماذا عليه أن يفعل؟ الإسلام باعتباره دين واقعي وشرع شرائع واقعية، ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذه الوقائع تقع بين الناس، فشرع حكم الطلاق بخلاف باقي الأديان الأخرى. مثلا المسيحية منعت الطلاق، العلاقة الزوجية تبقى مستمرة إلى الممات، حتى ولو وقع هناك خصام واختلاف بين، إلا كما يقال إذا خانت المرأة زوجها وتبت عليها ذلك، آنذاك تقر المسيحية الطلاق. أما الإسلام فإنه واقعي، أجاز الفراق عند تعذر الوفاق، لأن في بعض الأحالات يكون هناك ما في خيانة زوجية، ولكن في شكوك وفي وساوس وفي أوهام، وقد يكون السبب هو ضيق الأفق وضغط النفس، وقد يكون السبب تدخل العائلة وغيرها من المشاكل. لهذا ربنا عز وجل أجاز الفراق عند تعذر الوفاق، فقال جل جلاله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. منذ البدء ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج وأحاطه بسياج من التشريعات لحمايته، وسماه ميثاقا غليظا. الزواج هو ميثاق غليظ، كما قال تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فالزوج حينما يرتبط بزوجته وتسلمه نفسها ويسلمها نفسه، فإنما ربط قلبيهما ومشاعرهما وأجسادهما بميثاق غليظ.
فعليه بقى أن يحترم هذا البطاقة الغليظ، وعليه بقى أن يصبر، وعليه بقى أن يحتسب، وعليه بقى أن يواصل، خصوصا إذا كان هداك أولاد وهداك بنات، لابد أن يكون هداك نوع من التضحية. ربنا سبحانه وتعالى شرط شروطا لكي تقوم على أساسها الحياة الزوجية، فقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. العلاقة الزوجية إما إمساك بمعروف تبقى قائمة على المودة والرحمة والتفاهم بالمعروف، إمساك بالمعروف، أو تسريح بإحسان. إذا لم يقع هناك توافق وصارت الحياة مستحيلة بين الطرفين، يقع التسريح بإحسان، يعني بالتي أحسن بدون إضرار بأحد الطرفين. وكما التقينا إخوة متحابين نفترق إخوة متحابين، لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يصل العلاقة الزوجية إلى هذا المقام، فأراد أن تبقى دائما مستمرة رغم الظروف الصعبة. حتى إنه في الإسلام لا يجوز للمرأة أن تطالب زوجها بالطلاق من غير سبب ولا بأس. هناك ربما بعض النساء قد تكون في وضعية صعبة وتطالب زوجها بالطلاق، وإذا ما سألها القاضي أو الفقيه ما سبب هذا الطلاق، قد تقول له مطالب بسيطة، ربما مطالب مادية، ربما سكن مستقل، ربما صراع وخصام مع العائلة، مشاكل بسيطة جدا. فإذا كان هناك لم يكن هناك بأس ولا سبب، لا يجوز للمرأة أن تطالب زوجها بالطلاق. لهذا معلم البشرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني لا يجوز لها طلب الطلاق إلا إذا كان هناك داع حقيقي ما يشبه الضرورة. ونفس الشيء هو للرجل، الرجل لا ينبغي له أن يسعى لطلاق زوجته من غير بأس. إذا فعل ذلك من باب التعنت ومن باب الكبرياء وأنه رجل ويستطيع أن يطلق اليوم ويتزوج في اليوم الموالي، إذا فعل هذا بهذه النية، النبي الكريم ذكر الحكم أنه إذا طلب من غير بأس حرام عليه أيضا رائحة الجنة، لأن هذا الطلاق سوف يهدم العلاقة الأسرية ويخرب هذه المؤسسة بغير ضرورة. وربنا سبحانه وتعالى إنما جعل الطلاق للضرورة، ففي الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق هو حلال لكن له ضوابط وله شروط كثيرة، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يسارع بالطلاق لأدنى سبب، بل هو مطالب أن يضغط على نفسه وأن يعيش صابرا مع زوجته، وأن يحافظ على أولاده وبناته، وعليه أن يحافظ على صورة المجتمع المسلم، المجتمع الطاهر، المجتمع المستقر. وكذلك المرأة، المرأة عليها أن تصبر، عليها أن تحتسب، عليها أن تتذكر الميثاق الغليظ، وأن مطالبتها بالطلاق من غير سبب سيؤدي إلى تشويه صورة المجتمع وصورة الأسرة، وتبقى هناك ثغرة كبيرة في الحياة. لهذا ربنا عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعاشرة ينبغي أن تكون دوما بالمعروف. أحيانا قد تظهر على الرجل أو على المرأة أشياء تكرهها النفس وتمجها الروح ويرفضها العقل، ولكن الإنسان يصبر، خصوصا إذا كان عندهم أولاد وبنات، عليهم أن يصبروا. فإن كرهتموهن
فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا. وكأن ربنا عز وجل يصبر الرجل ويصبر المرأة على أن يسير في طمأنينة وسكينة لعل الله تعالى يعطيهما خيرا عظيما. متى يكون الطلاق؟ عند الضرورة، هو عملية جراحية أو أشبه بالعملية الجراحية، لا يلجأ إليها الإنسان إلا إذا كان مضطرا. والقرآن الكريم يجعل التطليق بين المرء وزوجه يشبهه وينسبه إلى عمل السحرة وعمل الكفرة والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. من هم السحرة الذين لا دين لهم، يتعلمون السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كل من يفرق بين المرء والزوج إنما يتشبه بعمل السحرة الكفرة والعياذ بالله، لأن هذا أمر خطير جدا. بل إن أهم الوسائل التي يعتمد عليها إبليس عدو البشرية، وهي أنه يحرص على أن يخلق الصراع في الأسر لتفضي بعد ذلك إلى النزاع لتنتهي بالطلاق. في الحديث الشريف يحكي ما الذي يقع في عالم الأبانسة. إبليس كل صباح حينما يستيقظ ذريته يقول لهم انتشروا، عنده جنود لا يعلم قدرها إلا الله من أبناء إبليس وذريته، فيقول لهم: إني أخرجت آدم وحواء من الجنة وأنتم عليكم بذرية آدم وحواء، أخرجوهم من السعادة، أخرجوهم من بيت الزوجية، أخرجوهم إلى الضياع. فينتشر الجنود، جنود إبليس، وكل يتصل بشخص، كل الناس بدون استثناء، يأتيك الجندي من جنود إبليس ويوسوس لك، الشيطان يوسوس لك. بعض الناس قد يكون همه الأكبر هو شرب الخمر، والآخر قد يكون همه الأكبر هو جمع المال من الحلال والحرام، والآخر أن يكون همه هو كذا وكذا. ففي المساء لما يحضرون إلى أبيهم يقول: ماذا فعلتم مع أبناء آدم؟ فيقول أحدهم: يا أبتاه، لازلت وراء فلان حتى شرب الخمر. فيقول إبليس: لعله يتوب، شرب الخمر كبيرة، لكن إذا تاب إلى الله تعالى غفر له وبدل سيئاته حسنات. وأنت ماذا فعلت؟ أنا بقيت وراء فلان حتى وقع في الفاحشة، وقع في الزنا. فيقول إبليس: الزنا كبيرة من الكبائر، لكن هذا قد يتوب إلى ربه ويغفر له ويبدل سيئات حسنات. وأنت ماذا فعلت؟ أنا بقيت وراء فلان حتى مد يده إلى الحرام وسرق مال غيره. فيقول: لعله يتوب، والله يتوب عليه ويبدل سيئات حسنات. حتى يأتي أحدهم ويقول: أنا بقيت وراء فلان حتى طلق زوجته. فيقول له إبليس: أنت، ويضع تاج الكرامة على رأسه ويقول له: أنت تلميذي بحق، أنت فرقت وهدمت هذه الأسرة. فكل يوم مثل هذا السيناريو يتكرر في كل بقاع العالم، وخصوصا في الأسر المتدينة، الأسر المؤمنة تكون مستهدفة لكي يتفرق شملها ويتوزع أمرها ويتشتت كل كيانها. لهذا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نفكر ألف مرة قبل أن نبادر بإيقاع الطلاق إلا عند التعذر، تعذر الوفاق تماما. الإسلام لأنه دين واقعي ودين وسطي ودين معتدل ودين يحاول أن يحمي كل أتباعه، جعل في التشريع في الطلاق أن يكون رجعيا، لابد أن يكون الطلاق أول مرة رجعيا، وذلك أن الإنسان يطلق زوجته في الوقت المناسب. ما هو الوقت المناسب؟
يطلقها في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه، لا ينبغي أن يطلقها في حيض ولا في طهر مسها فيه، بل يطلقها في طهر دون أن يمسها، ويطلقها طلقة واحدة، لأن ربنا عز وجل أعطانا فرص أخرى للمراجعة. لهذا قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا خطاب للنبي الكريم ومن خلاله لكل المسلمين، لا ينبغي أن نطلق النساء إلا في الطهر، ثم ينبغي أن نحصي العدة، وأثناء العدة لا بد أن تبقى المرأة في بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تبقى باكتة في بيتها طيلة مدة العدة، إلا أن ياتين بفاحشة مبينة. إذا وقعت المرأة لا قدر الله في خيانة زوجية، آنذاك يقع ما يقع، فبقاؤها في بيت الزوجية هو الأصل. لماذا؟ لأن في هذه المدة سيضطر الرجل أن يدخل عليها ويخرج، لأنه بيته أيضا، وقد يراها ولعل قلبه يحن، ولعل قلبه يعود إلى الأيام الجميلة التي خلت، ويتذكر الأيام الخوالي، فيراجعها ويلعن الشيطان ويذكر الرحمن وتعود المياه إلى مجاريها. من أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطانا فرص، من عظمة الإسلام وجلال الإسلام أعطانا فرص، فرصة بعد فرصة. فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالناس ممكن أنهم يطلق المرة الأولى وتقع المراجعة، ثم المرة الثانية وتقع المراجعة، فالإمساك يكون بالمعروف، وإذا كان لابد أن يكون هناك التسريح لابد أن يكون بإحسان. وكثير من الناس ينسون ما معنى التسريح بإحسان. المعروف أن تعطيها حقها، لها مؤخر المهر تعطيها مؤخر المهر، لها حق الأتات تعطيها حق الأتات، لها حق المتعة تعطيها حق المتعة، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ربنا يتكلم عن المتقين، يعني حتى المتقين قد يقع بينهم طلاق، حتى ناس متدينين، ناس من أهل الدين يقع بينهم طلاق، لأن ربنا يخاطب هؤلاء. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالرجل إذا تزوج المرأة عدة أشهر ثم طلقها فمتاعها يكون شيئا قليلا، لكن إذا عاشت معه 30-40 سنة ثم طلقها، وللأسف هذا ما نراه في المحاكم، هناك رجال بعد أن قضوا 20-30-40 سنة ثم يرفع دعوة للطلاق في المحكمة، ويجعل القاضي يشعر بنوع من الانبهار. كيف يا رجل بعد 30-40 سنة تأتي لتطلق زوجتك بعد أن كبر الأولاد والبنات وصاروا في سن الزواج، أو تزوجوا وصار عندك حفدة تطلقها؟ ففي هذه الحالة هذه المرأة ماذا تفعل؟ هل إذا طلقها الزوج يرميها في الطريق؟ وإذا لم يكن لها سكن أين تمكث؟ هل تعود إلى والديها؟ أبدا، والدها قد ماتوا، وإخوتها الكبار تفرقوا، ومن أين تأكل وتعيش إذا لم يكن لها مورد؟ لهذا ربنا عز وجل أحاط المرأة بالكثير من الحقوق، ودبها الرجل المتقي بأنه لا ينبغي أن يطلب. الله عز وجل أراد أنه في حالة وقوع خصام بين الزوج والزوجة أن يكون لك التدخل، وميز بين المرأة الصالحة والمرأة الناشز. المرأة الصالحة مرأة طيبة، مرأة مصلية، مرأة ذاكرة، مرأة تقبل الحوار، فيها الحياء، هذه المرأة الصالحة. والمرأة الناشز تكون شيئا ما
عنيفة ومضادة وتميل إلى روضك الحياة، تميل إلى شهوات الحياة، لا تعبأ بأحد. ماذا قال القرآن العظيم؟ قال فالصالحات قانتات حافظات لما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإذا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. القرآن العظيم وضع هذا التشريع الخالد الذي لا يصطدم أبدا مع حقوق الإنسان ومع حقوق المرأة ومع الحرية العامة كما يدعي البعض. ربنا ميز في النساء في نوعين، هناك الصالحات، امرأة صالحة صابرة قانتة حافظة لما حفظ الله، هؤلاء ينبغي أن تعاملهن معاملة حسنة، معاملة الإكرام. واللاتي تخافون نشوزهن، المرأة الناشز التي هي شديدة وغليظة ولسانها الشرير وتصدر منها تصرفات غير سليمة، ماذا نفعل إزاءها؟ قال ربنا عز وجل فاعظوهن. لابد أن تكون أول علاقة قائمة على الوعظ، على الكلمة الطيبة، لعلها عندها ظروف نفسية. هناك بعض النساء لما ربما عندها الدورة الشهرية قوية، عندها هرمونات تخلق فيها انزعاج، أو قد تذهب عنها الدورة الشهرية وتدخل إلى سن اليأس وترفض هذا الأمر وتصبح عنيفة، أو قد يكون عندها أسباب عائلية تجعل منها نوعا منها فيها نوع من العنف ونوع من الرفض، فلابد أنها محتاجة إلى من يحاورها، إلى من ينصحها بالكلمة الطيبة. فاعظوهن، كلمة الوعظ. إذا لم تدفع معها الكلمة الطيبة ماذا على الرجل أن يفعل؟ فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر يكون في المضاجع، لماذا لا يكون الهجر في بيت آخر؟ لابد أن يكون في البيت الواحد، لأن هناك الأولاد، الأولاد يلاحظون بأن الأم تنام بعيد عن الأب في غرفة والأب في غرفة، فينتبه الأولاد والبنات ويشعرون بأن هناك خصام، ومن ثم ينتقل هذا الحزن والأسى إلى قلوب الأولاد والبنات. القرآن الكريم حكيم، قال بأن الهجر ينبغي أن يكون في المضاجع، يعني في نفس غرفة النوم الزوج يهجر زوجته، ولعله ربما قد يشتاق إليها وتشتاق إليه. ثم إذا قدر الله تعالى هذه المرأة بقيت ناشز، هنا قال واضربوهن، فالمقصود هنا هذا الضرب هو ضرب فيه رحمة. الرجل الخير لن يضرب امرأته أبدا، قال صلى الله عليه وسلم لن يضرب خياركم، وإنما ربما قد يكون شراركم هم الذين يضربون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط، ولم يضرب خادما قط، ولم يضرب دابة قط. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا التحكيم قبل الطلاق، التحكيم، فذلك بأن نستشير ذوي العقول وذوي الاختصاص. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تكون هناك توفيق ويكون هناك سداد بين الطرفين، هذه تسمى المحكمة العائلية. يعني قبل أن نسير إلى المحكمة التي هي عند الناس وعند في الدولة، لابد أن تكون عندنا محكمة عائلية، المجلس الأسري. ربنا عز وجل أراد أن تبقى المشاكل فيها ستر، أن تستجمع عائلة الزوج مع عائلة الزوجة ويكونون محكمة عائلية ويكونون مجلس أسري، ويكون الحكم من الأهلين حتى لا تشيع أمور العائلة في المجتمع وتصبح سيرتهم على كل لسان. هذا ما أراده الله تعالى. فإن قدر أننا نبعث شخصين من غير العائلة فليكونوا من الصلحاء. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتولى قيام الإصلاح بين الأزواج، مرة بعث رجلين ليصلح بين زوجين متخاصمين، غاب وقتا من الزمان ثم عاد إليه فسألهما ماذا صنعتما؟ قالوا له يا أمير المؤمنين
حاولنا أن نصلح بين هذا الرجل وما بين زوجته فأخفقنا. فقال لهما سيدنا عمر: إنكما لعلكما لن تصلحا نيتكما، أصلحا نيتكما وعودا. فبدأوا يصلحون النية من جديد، وعاد إلى الرجل والمرأة وحاول أن يحاورهما، فوفقهما الله تعالى وأصلحا بينهما. فرجع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولما سألهم ماذا صنعتما، قال: يا أمير المؤمنين، لقد أصلح الله بين الزوج وزوجته وتوافقا وتراجع للطلاق، والآن هما في بيتهما مع أولادهما. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: صدق الله العظيم إذ يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني أن المجلس للأسرة أو المحكمة العائلية، الناس اللي غادي يمشي ويصلحوا خصهم يكونوا عندهم القابلية وعندهم النية صالحة لمحاولة الصلح بين الزوجين. لعل المشاكل في مشكل الطلاق بين الأسر والعائلات كثيرة جدا. نريد أيها الأحباب الكرام أن نفتح النقاش حول هذا الموضوع، ونسمع لتجاربكم ولأعداد كبيرة من الوقائع في حياتكم، ليس لكي نسرد الأحداث، وإنما لنأخذ منها الدروس ونأخذ منها العبر، حتى لا تتكرر هذه الأخطاء، وحتى لا يبقى هناك أناس يشعرون باليأس ويلجؤون إلى الطلاق. نريد مجتمعا فيه الألفة، فيه المحبة، فيه التوافق، وفيه العلاقة الودية بين كل أفراد الأسرة والمجتمع. أيها الأحباب الكرام، نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى بعد الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.